مع بعض يا سنة تانية إن شاء الله هنكمل محاضرة رقم 3 في مقرر تحليل آلي. النهاردة بإذن الله هنبدأ بقى ندخل في UV Visible Spectroscopy. المحاضرتين اللي فاتوا كانوا عبارة عن Introduction زي ما اتفقنا إنه بيخدم كل أنواع السبكتروسكوبي. هنبدأ النهاردة إن شاء الله هنبقى اهتمامنا بس بالـ UV and Visible Region من الـ Electromagnetic Spectrum. هناخد أنواع الـ Electronic Transitions اللي بتحصل في الـ UV and Visible Spectroscopy. هناخد الـ Types of UV and Visible Spectrophotometers. هناخد بعض الـ Definitions يعني إيه كروموفورز يعني إيه أوكسيكرومز. كمان هناخد الـ UV Spectrum of Aromatic Compounds and Substitution Effects on Benzene Ring. بداية UV Visible Spectroscopy أو UV Vis Spectroscopy معناها إن أنا أبقى مهتمة قوي بدراسة الجزء ده بس من الـ UV Spectrum أسفة من الـ Electromagnetic Spectrum. يعني إحنا مهتمين قوي بدراسة الـ Interaction between Matter and Radiation، خصوصا أما يكون الـ Radiation في الـ Near UV Region اللي هي بتتراوح تقريبا الأطوال الموجية للـ Electromagnetic Radiation في المكان ده من 180 لـ 380 نانومتر، والـ Visible Radiation اللي هو الأطوال الموجية بتاعته تتراوح من 380 لـ 780 نانومتر. قلنا في أول محاضرة إن الـ UV Range بيبقى متقسم لجزئين Far and Near UV على حسب القريب من الـ Visible، قلنا هنسميه Near UV Region والبعيد هنسميه Far. الفار يو في ريجون قلنا برضو بنطلق عليها ساعات اسم الفاكيوم يو في. الأجهزة بتاعتنا الموجودة عندنا في المعمل ما بتوفر لناش الالكترومغناطيك راديشن، الأطوال الموجية بتاعته أقل من 180 نانومتر. الفار يو في بتبقى محتاجة إن احنا نشتغلها في كونديشنز معينة، لازم تبقى عنده الفاكيوم عشان الاير كومبوننتس كلها ابزورب الفار يو في راديشن. فطالما قلنا كلمة يو في وسبناها كده من غير ما نقول فار او فاكيوم، ده معناه ان انا اقصد نير يو في ريج. ايه هي الالكترونيك انرجي ليفلز الموجوده في الاورجانيك مولكيول؟ شرحنا المحاضره اللي فاتت ان الاتوميك مولكيولز بتتفاعل علشان تديني مولكيول، او الاتوميك اوربيتالز بتتفاعل مع بعضها علشان تديني molecular orbitals. وقلنا كل اتنين atomic orbital بيتفاعلوا مع بعض هيدوني اتنين molecular orbital، واحد منهم أقل في الطاقة وده سميناه bonding molecular orbital، وده يحتوي على الالكترونز اللي اتكونت نتيجة تكون الرابطة الكيميائية. والانتي bonding molecular orbital ده أعلى في الطاقة وده بيبقى موجود لحين ما يحصل excitation، الالكترونز تبدأ يحصل لها promotion من الجراوند او البوندنج موليكولار اوربيتال للاكسايتد ستيت اللي احنا قلنا عليها انتي بوندنج موليكولار. وكان الاكزامبل اللي احنا شرحناه كان على هيدروجين مولكيول اللي هو كون من كومبينيشن بين تو هيدروجين اتوم، وقلنا وقتها ان ده ابسط انواع المولكيولز اللي ممكن نشوفها. وبناء على كده ان المولكيولز بتاعتي او الدراجز اللي انا هبدا اعمل لها اناليسيس هتبقى فيها برضو molecular orbitals bonding and anti-bonding molecular orbital، وكل رابطة هيبقى ليها البوندينج والانتي-bonding molecular orbital بتاعها. وبالتالي أتوقع إن هيبقى في عندي في المولكيول بتاعي sigma bonding orbital اللي هو لونه أخضر ده اللي احنا مسمينه sigma، في قدامه sigma anti-bonding molecular orbital، والsigma والsigma star اللي هما bonding والانتي bonding sigma molecular orbital دول هيبقوا ناتجين عن تكون الروابط sigma في المركب. وطبعا عددهم يعتمد على عدد sigma bonds الموجودة في المركب. في عندنا باي bond في المركب هنلاقي باي molecular orbital، وقدامه هنلاقي باي star او باي anti bonding molecular orbital. وطبعا عدد الباي والباي ستار اوربيتالز الموجودة في المركب يعتمد على عدد الباي بونز الموجودة في المركب.
في بقى اوربيتال كمان بنسميه ان، الان ده عبارة عن اي اتوم في المركب بتاعنا كارينج لون بير اوف الكترونز زي النيتروجين زي السلفر زي الاكسجين، فالالكترونز بتاعتها بتبقى موجودة في مدارات بنسميها، وبالتالي على المركب بتاعي بيبقى فيه عدد كبير جدا من الاوكيبايد اوربيتالز الان اوكيبايد اوربيتالز. الاوكيبايد اوربيتالز هتكون سيجما او باي او ام، الان اوكيبايد ليفلز هتكون باي ستار وسيجما. خلينا كده تاني نقول انواع الالكترونيك انرجي ليفلز الموجودة في المركبات. اول نوع بنسميه بوندينج اوربيتال اوف سيجما بوند، بوندينج اوربيتال اوف سيجما بوند او سيجما اوربيتال، وده اللي هو لونه اخضر هنا ده، وده اقل اوربيتال في الانرجي، اقل اوربيتال في الانرجي. يليه بوندينج مولكيولار اوربيتال اوف باي بوند، يليه نون بوندينج اوربيتال. ليه سمينا الان نون بوندينج اوربيتال؟ عشان الالكترونز الموجوده فيه غير مشتركه بروابط كيميائيه فبنسميه نون بوندينج اوربيتال. الالكترونز اللي فيه بتبقى لون بير الكترونز موجوده على اتوم زي النيتروجين والسلفر والاكسجين. بعد كده بنلاقي اعلى شويه في الطاقه الانتي بوندينج اوربيتال اوف باي بوند، وبعدين نلاقي انتي بوندينج اوربيتال اوف سيجما بوند، وده اعلى اوربيتال في الطاقه. يبقى اقل اوربيتال في الطاقه هو السيجما، واعلى اوربيتال في الطاقه هو سيجما. طيب لو جينا نقول دلوقتي ايه هي انواع البوسيبل ترانزيشنز اللي ممكن تحصل في المولد، كل الليفلز اللي قدامنا دي هي الكترونيك انرجي ليفلز، واتفقنا ان المولكيولز بيحصل فيها الكترونيك ترانزيشنز، وبالتالي ايه هي البوسيبل ترانزيشنز اللي ممكن تحصل؟ ممكن يحصل عندنا اربع انواع اساسيه من الترانزيشنز. ممكن يحصل ترانزيشن من سيجما لسيجما ستار، ده زي ما احنا شايفين بيحتاج طاقة عالية جدا. ممكن يحصل transition من باي باي ستار، ممكن يحصل transition من ان اوربيتال باي ستار اوربيتال، ممكن كمان يحصل من الان لسيجما ستار. في كمان نوعين من الترانزيشنز بنلاقيهم موجودين في الكتب لكن احنا مش هنهتم بدراستهم قوي في المقرر، هو من سيجما لباي ستار ومن باي لسيجما ستار. لكن خلينا كده على قدنا، احنا بنتكلم على اربع انواع من الالكترونيك ترانزيشن من كل مدار سيجما او باي للاكسايتد ستيت بتاعته اللي هي سيجما ستار او باي ستار، ومن الان للباي ستار او لسيجما. خلينا نشوف كده انواع الترانزيشن دي ممكن تحصل في ايه. لو جينا قلنا مركبات زي الالكينز، مركبات زي الالكينز كلها saturated covalent bonds، وبالتالي نتوقع ان هيحصل فيها بس سيجما سيجما ستار ترانزيشن. مركبات زي الالكينز كاربونايل كومباوندز الالكاينز والازو كومباوندز، الازو كومباوندز اللي هي containing n double bond n group، كل دولت فيهم باي بوندز، فنتوقع ان يحصل فيهم باي باي ستار ترانزيشن. المركبات التي تحتوي على أكسجين أو نيتروجين أو سلفر أو هالوجين نتوقع إن ممكن يحصل فيها إن سيجما ستار ترانزيشن، يعني مثلا كلورو إيثان مثلا، نتوقع حاجة زي الكلورو إيثان، نتوقع نشوف فيها إيه، هي أساسي فيها سيجما بونز يبقى نشوف فيها سيجما سيجما ستار ترانزيشن، وفيها هيتيرو أتوم كلور ده هالوجين، الكلور عليها اللون بيرز من الالكترون، نتوقع نشوف فيها سيجما ان سيجما ستار ترانزيشن. اخر اكزامبل عندنا الكربونايل كومباوند، نتوقع نشوف فيها الان سيجما ستار ترانزيشن. فخليني اقول كده مثلا اكزامبل لاسيتون مثلا، نتوقع نشوف فيه ايه الاسيتون. عشان نقدر نشوف انواع الترانزيشنز الموجوده في اي مركب لازم نرسم شكل المركب ونشوف الانواع الكيميكال بونز الموجوده فيه ايه، وهل في ان اوربيتالز ولا لا. كده حاجه زي الاسيتون فيها سيجما بوند، فيها باي بوند، وفيها اكسجين عليها لون، فنتوقع اني اشوف سيجما سيجما ستار ترانزيشن،
كان فيها سيجما بوند، فيها باي بوند فهشوف الباي باي ستار ترانزيشن، فيها ان اوربيتالز فممكن اشوف فيها الان سيجما ستار ترانزيشن والان باي ستار ترانزيشن. لكن خلينا نبقى فاكرين من الفيجر اللي قدامنا ده ان اعلى ترانزيشن في الطاقة هو سيجما سيجما ستار ترانزيشن، واقل ترانزيشن في الطاقة هو الان باي ستار ترانزيشن. لو جينا بصينا تاني للفيجر اللي قدامنا ده هنلاقي ان لو انا موجود في الـ UV region of the electromagnetic spectrum اللي هي الأطوال الموجية للـ radiation ده بتتراوح من 200 ل 400 نانومتر، خلينا نشوف دي أنواع transitions اللي عندنا اهي، أربع أنواع من الـ transitions. transitions ديت في منها weak transition اللي هي عليها رمز W، زي ايه؟ زي ال N by star وزي ال N sigma star، وفيها strong transitions زي ال pi by star و sigma sigma star. strong transitions يعني البيكس بتاعتها بتبقى كبيرة وواضحة، weak transitions يعني البيكس بتبقى صغيرة والابزوربنس اللي ناتج عنها بيبقى صغير جدا. لكن كلمة strong أو weak ملهاش علاقة أبدا بالفرق في الانرجي اللي احنا بنقول. خلينا نبص هنا على العلامات المرسومة في الفيجر، وده بيقول لي ان في الجزء من 200 ل 400 نانومتر انهي انواع من الترانزيشنز اللي انا ممكن اشوفها في الـ UV spectrum. فتخيلوا ان انا بس هشوف الـ N by star transition واشوف الـ by by star transition لو في conjugation. يعني ايه؟ يعني الـ باي باي ستار ترانزيشن لو انا عندي سنجل باي بوند موجوده في المركب، فمتوقع ان انا ما اشوفش المركب ده في اليو في رينج. يعني لو جيت حطيت المركب ده دوبته في سولفنت وحطيته في جهاز اليو في سبيكتروم سبيكتروفوتومتر اللي عندنا في المعمل، جيت رسمت سبيكتروم مش هلاقي ليه سبيكتروم في رينج من 200 ل 400 نانومتر. ليه؟ لو عندي باي بوند واحده في المركب مش هشوف اي بانز للمركب بتاعنا في اليو في رينج. يعني هالمركب زي مثلا الايثيلين ده عباره عن سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2، مش ما فيهوش غير دبل بوند واحده مش هقدر اشوفه. نشوفه امتى؟ لو المركب بتاعنا بقى فيه كونجوجيشن، يعني بقى فيه اكتر من دبل بوند كونجوجيتد مع بعض. المركبات اللي بيحصل فيها ان سيجما ستار ترانزيشن وكمان سيجما سيجما ستار ترانزيشن ما بنشوفش البانس بتاعتها من 200 ل 400، لا بنشوفها قبل ال 200 نانومتر. من الفيجر اللي قدامنا ده اتوقع انهي نوع من انواع الترانزيشنز هنا ممكن نشوفه في اليو في رينج؟ هنشوف بس ان باي ستار ترانزيشن ونشوف بس الباي باي ستار ترانزيشن، بشرط ان يبقى فيه كونجوجيتد دبل بوند، يعني اكتر من واحده دبل بوند ويبقوا كونجوجيتد في المركب ده. من هنا نقدر نقول ان الترانزيشنز القليله قوي في الطاقه زي الان باي ستار ترانزيشن والباي باي ستار ترانزيشن هما دول بس النوعين من الترانزيشنز اللي انا ممكن اشوفهم في اليو في انفيزبل. الترانزيشنز العاليه في الطاقه زي سيجما سيجما ستار ترانزيشن والان سيجما ستار ترانزيشن انا مش بقدر اشوفها في الـ UV Invisible Spectroscope. خلينا نحاول نحل مع بعض التست ده. أنا عندي ثلاث مركبات، سايكلوهكسان، بنزين، فينول، وبسألك بعض الأسئلة. أول سؤال بقول لك اعمل enumeration to the types of possible electronic transition الموجودة في كل مركب. الفرق بين الثلاث مركبات؟ السايكلوهكسين هو أليفاتيك هيدروكربون كل الروابط الموجودة فيه سيجما بوند، البنزين فيه سيجما وفي باي بوند، الفينول فيه سيجما بوند وباي بوند، وفي كمان لون بيرز من الإلكترونز أو إن نون بوندينج أورد.
يعني كده نقدر نقول ان السايكلوبوتين هنشوف فيه بس سيجما سيجما ستار ترانزيشن. البنزين عشان فيه سيجما بوند وباي بوند، فمتوقع نشوف سيجما سيجما ستار ترانزيشن باي باي ستار ترانزيشن. كمان في ناس تحب تقول هنشوف كمان سيجما باي ستار ترانزيشن ونشوف باي سيجما ستار ترانزيشن. اما بالنسبه للفينول فالوضع فيه مختلف، فهنلاقي في كل انواع الترانزيشنز الممكن فيه. يعني هنلاقي سيجما سيجما ستار باي باي ستار، هو في ان اوربيتال فممكن نشوف ان سيجما ستار ونشوف كمان ان باي ستار ترانزيشنز. بقية الستة كمان اللي هما الباي سيجما ستار سيجما باي ستار ترانزيشن ممكن. وبالتالي احنا لو قدامنا الاستراكشر بتاع المركب طبعا عارفين شكل السيجما بوند والباي بوند وعارفين الاتومز اللي ممكن يبقى عليها لون بيرز، ممكن نقدر نتوقع انواع الترانزيشنز اللي ممكن تحصل في المركب. طيب تاني سؤال، which compound will absorb in the UV region؟ يعني انهي مركب في الاولى هيبقى واضح ليه absorption في الـ UV region اللي هي اطوالها الموجية تتراوح من 200 ل 400 نانومتر. اتفقنا ان في نوعين بس من الترانزيشنز بنقدر نشوفها في الـ UV range، N by star transition والـ by by star transition بشرط وجود conjugation. وبالتالي نتوقع من هنا ان البنزين والفينو both of them absorb in the UV. طيب تالت سؤال بيقول لي which compound is transparent in UV region. أما أقول compound transparent في جزء من ال electromagnetic spectrum ده معناه إن ال compound ده هو does not absorb في ال range بتاع الأطوال الموجية بتاع ال electromagnetic spectrum ده. يعني مركب زي cyclohexane مثلا، اتفقنا ان نوع الترانزيشن اللي بيحصل فيه سيجما سيجما ستار ترانزيشن، قلنا الترانزيشن ده عالي قوي في الطاقه، فاليو في راديشن ما يقدرش يعمل النوع ده من الترانزيشن. الاطوال الموجيه اللي تتراوح من 200 ل 400 نانومتر الطاقه بتاعتها ما تقدرش تعمل السيجما سيجما ستار ترانزيشن. عشان كده نقدر نقول سايكلوهكسين مش هشوف لي اي ابزوربشن لو انا جيت رسمت له UV spectrum. خليني أسأل سؤال من هنا بقى، لو أنا عندي مركب وعايزة أدوب المركب ده في solvent وبعدين أروح أقيس له الـ UV spectrum بتاعه أو أعمل recording للـ UV spectrum بتاعه، أنهي واحد من الثلاث مركبات دولت ينفع أستعمل solvent للمركب بتاعي؟ خلينا نفكر في السؤال ده كده وإن شاء الله نشوفه في المحاضرة الجاية. يبقى زي ما اتفقنا in case of UV and visible spectroscopy the transitions that result in absorption of electromagnetic radiation are those between electronic energy levels. يعني احنا هنتعامل بس مع electronic transitions، هيحصل عندي electronic transition between energy levels المختلفة في المركب، transitions الأنواع الأربعة أو الستة اللي احنا قلنا عليها. لكن زي ما احنا عارفين ان الالكترونيك ترانزيشنز يبقى accompanied معاها vibrational transitions and rotational transitions. زي ما شرحنا في البداية خالص الالكترونيك levels في المولكيول بتبقى شكلها عامل ازاي. Only n pi star and pi pi star transitions are involved in near UV and visible spectroscopy. دول بس النوعين من الترانزيشنز اللي احنا نقدر نشوفهم الرينج اللي احنا بنشتغل فيه UV Invisible Spectroscopy، يعني من اول 200 لحياة 800 نانومتر. تو تايبس بس دول من الترانزيشنز اللي انا ممكن اشوف. خلينا نبص للفيجر اللي قدامنا ده ونشرح عليه مصطلح مهم جدا. دلوقتي زي ما اتفقنا ان المركبات بتاعتنا على حسب عدد الروابط الموجودة فيها هيبقى فيها عدد مهول من المولكيولار اوربيتال. المولكيولار اوربيتال هتتقسم بإيه؟ أو هنقدر نقسمها لسيجما وباي وإن أوربيتالز، وهيبقى فيه كمان unoccupied أو empty molecular orbitals اسمهم باي ستار وسيجما ستار. عدد الأوربيتالز الموجودة في المركب كبير جدا، يعتمد على عدد الروابط الموجودة في المركب.
مثلا لو انا عندي هيدروجين مولكيول مش هيكون في عدد الاوربيتالز مثلا الموجوده في الفينول. كل مركب تعتمد عدد المولكيولار اوربيتالز الموجوده فيه وانواعها على حسب عدد الروابط اللي داخله في تكوين المركب ده. وبالتالي لو انا عندي مولكيول وفي عدد كبير جدا من الفيلد مولكيولار اوربيتالز، عندي عدد كبير اهو، وكمان في عدد برضو كبير من الاميتي مولكيولار اوربيتالز في المركب بتاعي، انهي نوع من الترانزيشن سهل قوي يعني؟ لو انا عندي عدد كبير قوي من الاوكيبايد اوربيتالز وعدد كبير من الانوكيبايد اوربيتالز، انهي ترانزيشن ممكن يحصل بسهوله؟ الترانزيشن اللي هيحصل بسهوله جدا منطقيا كده هو اقل ترانزيشن في الطاقه. اقل ترانزيشن في الطاقه هيكون هو الترانزيشن من اعلى مولكيولار اوربيتال في الطاقه لاقل ايميتي مولكيولار اوربيتال في الطاقه، عشان الجاب ده ما بين اعلى اوربيتال مليان لاقل اوربيتال فاضي، الجاب ده هو اقل جاب، هو محتاج انرجي قليله جدا، وده سهل جدا المولكيول يعمل الترانزيشن ده عشان الانرجي بتاعته صغير. اعلى اوكيبايد مولكيولار اوربيتال في الطاقه بنسميه هومو، هومو يعني هايست اوكيبايد مولكيولار اوربيتال. اقل ايميتي مولكيولار اوربيتال في الطاقه بنسميه لومو، لوست انوكيبايد مولكيولار اوربيتال. وبالتالي بما ان الهومو تلومو جاب هو اصغر جاب او اصغر ترانزيشن في الطاقه، فهو ده the most probable transition، هو ده اكتر transition احصائيا ممكن يحصل وبسهوله جدا عشان الطاقه بتاعته صغيره جدا. وبالتالي اسهل transition ممكن يحصل في المولكيول هو homo to lomo transition. الجزء ده احنا بس بنقوله عشان بعد كده ان شاء الله اما هنشوف مثلا ليه كل ما زاد الكونجوجيشن في المركب بيحصل الانرجي بتقل والويف لينث اللي بيحصل عندها اكسايتيشن بتزيد، الجزء ده هيفسر لنا حاجات كتير قوي بعد كده. هنبقى عارفين ان اسهل ترانزيشن ممكن يحصل هو هومو تلومو ترانزيشن، يعني من الهايست اوكيبايد مولكيولار اوربيتال تو ذا لوست انوكيبايد مولكيولار اوربيتال. ده كمان سؤال، المركب اللي قدامنا ده هو هيكسان، فبيقول لي give reason hexane is transparent in the near UV region. ليه الهكسان transparent في ال UV region من الالكترومغنيتك؟ واتفقنا ان كلمة transparent نقدر نشيلها ونقول مكانها hexane does not absorb in the near UV region. خلينا نبص كده في المركب بتاعنا، هنلاقي كل انواع الروابط الموجودة في المركب هي سيجما، يعني النوع الوحيد من الترانزيشن ممكن يحصل في المركب ده هو سيجما سيجما ستار ترانزيشن. طيب هل انا ممكن اشوف سيجما سيجما ستار ترانزيشن في اليو في ريجون او في النير يو في ريجونز؟ لا طبعا، عشان السيجما سيجما ستار ترانزيشن دي محتاجة انرجي عالية جدا، وبالتالي الانرجي ده دي لا تمنحها الراديشن الموجود في اليو في ريجون، وبالتالي تكون الإجابة بتاعتنا hexane is saturated hydrocarbon that contains only sigma bond, so sigma sigma star transition appears in the form UV since the promotion of an electron from a sigma bonding to a sigma star antibonding molecular orbital requires a significant energy. هو هنا الإجابة بتوضح إن النوع ده من الترانزيشن محتاج طاقة عالية جدا، الطاقة دي ما أقدرش الراديشن في الرينج بتاع النير يو في ما يقدرش يديها للمركب، لا هي محتاجه فار يو في راديشن، وبالتالي هشوف الهكسان بس في الفار يو في راديشن مش هقدر اشوفه في النير يو في. لو جينا بصينا كده على اللامدا ماكس بتاع الهكسان نلاقيها 135 نانومتر. احنا عرفنا المحاضره اللي فاتت يعني ايه كلمه لامدا ماكس. لامدا ماكس هي الويف لينث at which maximum absorption occurs. فلو جينا شفنا كده شكل ال UV spectrum بتاع الهكسان هلاقي ده شكل ال absorption بيزيد لحد ما يوصل ل lambda 135 نانومتر، دي lambda max بتاعته، وبعدين بيقل لحد ما يوصل لزيرو.
طيب الجهاز بتاعنا هيشوف منين؟ الجهاز بتاعنا بيبدأ يقيس من أول 200 نانومتر. ويف لينث 135 نانومتر دي الجهاز بتاعنا أو الـ UV سبيكتر فوتومترز مبتشتغلش عندها، وبالتالي لو جينا قلنا الجهاز بتاعنا بيبان السبيكترم فيه من أول إيه، فهنلاقي من أول 200 نانومتر، من أول 200 نانومتر لحد 400 لو أنا بقيس في الـ UV رينج. في الجزء ده مش هشوف أي بيك للهكتار، أمال هشوف إيه؟ هشوف الجزء ده. الجزء ده بنسميه end absorption. end absorption يعني ايه؟ يعني نهاية امتصاص. ده بيقول لي ان كان في بيك قبل كده، اللامدا ماكس بتاعتها كانت قبل الميتين، ماشي. الجهاز بتاعنا مقدرش يشوفها خالص، لكن هو شاف نهاية الامتصاص اللي بتوضح لي ان كان في بيكس قبل كده، لأكيد ترانزيشنز ما كانش ممكن تحصل في اليو في. اول ما نشوف الـ end absorption ده في السبيكترم نعرف ان المركب بتاعنا transparent in the UV. خليني اسأل سؤال كمان، hexane can be used as solvent in UV visible spectrophotometry true ولا false؟ يعني بمعنى اخر، لو انا عندي مركب عايزة اذوبه solvent عشان اقدر اعمل recording للـ UV او الـ visible spectrum بتاعه، هل ينفع الهكسان استخدمه كسولفنت؟ ايوه. ليه؟ The solvent shouldn't absorb UV visible radiation in the same region as the substance whose spectrum is being determined. يعني بيقول لي لازم السولفنت اللي انت هتستعمله يبقى لا يمتص ال UV invisible radiation في نفس المكان اللي هتمتص فيه السامبل بتاعك. طالما الهكسان does not absorb UV invisible radiation at all، علشان الترانزيشنز اللي بتحصل فيه بس سيجما سيجما ستار ترانزيشن، والترانزيشنز ديت مش هتتم الا في الفار يو في ريجن، فانا ضامن ان لو انا دوبت السامبل بتاعتي في هكسان ان الهكسان داز نوت ابزورب، مش هيعمل لي اي انترفيرنس، وهيبقى الابزوربشن اللي واضح عندي في السبيكتروم بسبب السامبل، وبالتالي السولفنت بتاعنا لازم يكون ترانسبيرنت، يعني داز نوت ابزورب in the region اللي هيتمتص فيها السامبل بتاعتي، او بمعنى اخر لازم السولفنت اللي انا هستعمله في الـ UV invisible spectroscopy ما يكونش فيه اي باي بوند، عشان وجود باي بوند في المركب هتخلي فيه n باي ستار ترانزيشن، وزي ما احنا عارفين ان الـ n باي ستار ترانزيشن سهل قوي انها هتظهر عندنا في الـ UV invisible. هنيجي هنا ان شاء الله نشوف فيديو عن الـ Basic Theories of UV and Visible Spectroscopy. احنا اتكلمنا قبل كده في ليه الـ UV Spectrum بتاع المركبات بيكون على شكل باند، وده عكس الـ UV Spectrum بتاع الأتومز اللي بتبقى على شكل لاينز، واتفقنا من المرة اللي فاتت إن المولكيول بيبقى فيه Electronic Transition، ثلاث أنواع من الـ Transitions: electronic, vibrational, rotational transition، وده ناتج عن ان الالكترونيك انرجي ليفلز الموجوده في المركبات، اللي هي ايه الالكترونيك انرجي ليفلز بقى دلوقتي، اللي هي سيجما وباي وان وسيجما ستار وباي ستار، هي دي الالكترونيك انرجي ليفلز الموجوده في المركبات بتاعتنا، تبقى تحتوي على سب ليفلز اصغر سميناها vibrational ليفلز، وكل vibrational ليفل يحتوي على sub levels أصغر سميناها rotational levels. وبالتالي نقدر بقى نقرا الكلام ده ونفهمه دلوقتي. فالكلام ده بيقول ايه؟ because there are so many possible transitions in molecules each differing from other the other by only a slight amount، each electronic transition consists of a vast number of lines spaced so closely that the spectrophotometer cannot resolve them. يعني بيقول لي عشان المولكيولز فيها عدد كبير جدا من الترانزيشنز ممكن تحصل، زي ما اتفقنا ممكن الترانزيشن يحصل من اي روتيشنال ليفل جوه فايبريشنال ليفل جوه الكترونيك ليفل لاي روتيشنال ليفل جوه اي فايبريشنال ليفل جوه اي الكترونيك اكسايتد ليفل، وبالتالي عدد اللاينز اللي بتبقى في المولكيولز بيبقى مهوله، المسافات او السبيسنج بين لاينز دي بتبقى صغيره، صعب جدا على السبكتروفوتومتر ان هو يشوف. The instrument traces an envelope over the entire pattern
That is to say, a broad band of absorption centered near the wavelength of the major transit. يعني عشان كده الجهاز بتاعنا مش هيقدر يرسم أو يوضح الفروقات بين الخطوط دي، هيجي زي ما يكون هيرسم انفلوب أو غطاء فوق كل الخطوط اللي شايفها دي، وينتج عنها إن الاسبكتروم بتاعنا هيبقى شكله broad band of absorption. أعلى مكان فيه هو عند الwavelength اللي هيحصل عندها الترانزيشن بنسبة كبيرة جدا اللي احنا سميناها اللامدا، هي دي الwavelength اللي هيحصل فيها الميجور ترانزيشن، بأكتر ترانزيشن ممكن يحصل في المركب ده، هي دي بتبقى اللامدا ماكس، عشان كده بيبقى عندها أعلى أبسط. كده احنا هنبتدي ان شاء الله تاني جزء من المحاضرة، وده هنتكلم فيه عن انواع الاسبكتروفوتومترز اللي احنا نستعملها في الـ UV Invisible Region. احنا خدنا في المحاضرة اللي فاتت ان الابسوربشن اسبكتروفوتومترز بتتكون من source، اي wavelength selector، sample container، detector and recorder. لكن اتفقنا ان في عندنا انواع من الابسوربشن سبكتروفوتومترز، زي ما احنا هنشوف النهارده هيبقى عندنا نوع بنسميه سنجل بيم سبكتروفوتومترز، هيبقى في نوع تاني اسمه دبل بيم سبكتروفوتومتر، وهيبقى في سبكتروجراف او الاجهزه اللي بتحتوي على دايود اري ديتكتورز. فاول نوع من المولكيولر ابسوربشن سبكتروفوتومترز هي يو في انفيزبل سنجل بيم سبكتروفوتومتر. خلينا نشوف شكل الجهاز ونرجع نقول سنجل بيم دي جت منين. ادي سورس، سورس هيطلع لنا بولي كروماتيك راديشن، هيدخل بعد كده على الويف لينث سيلكتور. هنا الويف لينث سيلكتور نوعه ايه؟ هو بريزم، والبريزم يعني مونوكروميتر، واتفقنا ان المونوكروميتر هو عبارة عن ثلاث حاجات: انترنس سليت يعني فتحة بيدخل منها الضوء، dispersion device اللي هي البريزم، وبعدين exit. كل ده في الآخر هينتج عنه monochromatic light داخل السامبل بتاعتنا، وبعدين ال transmitted radiation يكمل ويروح للديتكتور، والديتكتور هيقدر يقيس أو يحسب ال transmittance أو ال percent C، وممكن كمان يحسب لي ال absorption. طيب نخلي بالنا كده إن الجهاز بتاعنا هو عبارة عن في شعاع واحد طالع من سورس ومكمل، شعاع ده كان بوليكروماتيك، عدى من المونوكروميتر بقى مونوكروماتيك وراح للسامبل. هي في شعاع واحد بس بينتقل من سورس لغاية ما يروح للسامبل. النوع ده من الأجهزة بيبقى ده شكله. طيب لو أنا عايزة أقيس السامبل هعمل إيه؟ اغلب الاجهزه ديت بتبقى بنظبط الويف لينث اللي انا عايزه اقيس عندها مانيوال، دي بكره كده بلفها لغايه ما اظبطها عند الويف لينث اللي انا محتاجه اقيسها. خلينا نشوف لو انا عندي سامبل زي ما انتوا اشتغلتوا كده للفينول مثلا، انا مره دوبت الفينول في اسيد ميديوم يعني بوينت فور نورمال اتش سي ال، ومره دوبته في صوديوم هيدروكسيد. لجهاز زي ده هشتغل ازاي او اقيس ازاي؟ المطلوب في التجربة زي دي ان انا اقيس السامبل بتاعتي مرة واقيس البلانك مرة، واطرح قراية البلانك من قراية السامبل. مبدئيا يعني ايه بلانك؟ البلانك هو اي حاجة جوه التجربة بتاعتي ما عدا الدراج اللي انا عايزة اقيسه. فالحاجة اللي انا عايزة اقيسها هي الفينو، لكن مثلا هي دايبة في بوينت ون نورمال اتش سي ال، فالبلانك بتاعنا هيبقى بوينت ون نورمال اتش سي ال. فالمطلوب مني هنا ان انا عشان اعمل measuring الabsorbance path solution بتاعي ان انا احط مرة البلانك، وبعدين احط مرة واقيسه، واحط مرة بعد كده السامبل واقيسها، وبعدين اقوم انا اطرح او اشيل قيمة البلانك من قيمة الabsorbance بتاع السامبل عشان تبقى الabsorption بتاع السامبل صحيح. احنا هنعرف النهاردة ان شاء الله انا ليه اصلا بقيس البلانك، الهدف ان انا اقيسه، وقراية الأبزوربشن اللي بتطلع عندي دي بيبقى اسمها corrected absorption against the blank. يعني أنا خدت القراية الصحيحة للأبزوربشن بعد ما طرحت الأبزوربشن بتاع البلانك.
هل ينفع أرسم absorption spectrum للمركب باستعمال النوع ده من الأجهزة؟ لا، صعب جدا. الجهاز اللي عندنا في المعمل زي ما احنا شايفين بيقدر يرسم السبيكتروم لوحده، يغير كل شوية الويفلينث اوتوماتيكلي، ويحسب عندها الابزوربشن، ويلاقي السبيكتروم بيترسم نقطة بنقطة لحد ما يكمل. بوجود النوع ده من الأجهزة اللي هي سنجل بيم سبيكتروفوتوميتر، صعب قوي إن أنا أرسم السبيكتروم. هبقى أنا محتاجة إن أنا عند كل ويفلينث هظبطها مانوال، وبعدين هقيس مرتين، هقيس بلانك، وبعدين هقيس تيست، وبعدين اطرحهم من بعض، وبعدين ارجع اغير الويفلينث تاني. مثلا هقيس عند 200 الاول، او مثلا نفترض 210، وبعدين هقول انا عايزه اقيس عند 220، عند 220 نانومتر اقوم جايه قايسه البلانك والتيست واطرحهم من بعض، وبعدين اقيس عند 230. كل الشغل ده انا هعمله بايدي، وهيبقى هعمل تيبل كده فيه القرايات بتاعتي، وهبدأ ارسمها على ورقة رسم دايما. صعب قوي ان جهاز زي ده يرسم سبيكترم. كمان في مشكلة تالتة في النوع ده من الأجهزة، كل شوية أنا عند أي ويفلينث أنا أقيس عندها، أنا محتاجة أشوف القراية بتاع البلانك كام، والقراية بتاع السامبل أو التست كام، وأطرحهم من بعض. طيب بافتراض إن السورس بتاعنا ده اداني intensity light، في لما جيت حطيت هنا في البلانك اداني intensity light مثلا هنسميها اي واحد، وهي دي اللي راحت للبلانك. بعد شوية، وده طبيعي ان ال intensity بتاع اللايت اللي طالعة من السورس تتغير على حسب الفولتج اللي داخل الجهاز. كل شوية الجهد اللي داخل الجهاز من الفيشة بتاع الكهرباء ممكن يتغير، عشان التيار نفسه بيتغير كل شوية. نفترض ان السورس ده، وانا جاي اقيس التست بقى او السامبل بتاعتي اللي هي فينول، الانتنسي بتاع شد او شدة الضوء اللي داخلة السامبل هنا مثلا كانت اي 2، واي 1 مختلف عن اي 2، نتوقع الناتج بتاعها هيكون مظبوط؟ اكيد لا، علشان حصل ايرور في الانتنسي بتاع السورس الايميتد باي اللايت الايميتد باي ذا سورس، وعشان انا بعد شوية انا بطرح، فممكن نتيجة لكده ان الابزوربشن المفروض اللي انا حاسبه هو corrected against plank، يعني الابزوربشن بتاع السامبل ناقص الابزوربشن بتاع البلانك هتبقى القيمة بتاعته مش مظبوطة. ليه؟ عشان انا في عندي هنا error في التجربة بتاعتي due to the intensity variation in the source light، حصل variation في الانتنسي بتاع البيم اللي طالعة من السورس، وانا بقيس البلانك عن وانا بقيس السامبل بتاعتي، نتيجة لكده الابزوربشن بتاعي هيبقى فيه. يبقى نقدر نقول ان السنجل بيم سبكتروفوتومترز هي ليها مميزات، هي سهلة جدا. لو انا هبقى محتاجة الجهاز ده على البنش في المعمل، الطلبة ممكن يستعمله بسهولة جدا، الجهاز ده رخيص قوي. لكن المشكلة ان انا مقدرش ارسم فيه سبكتروم، عملية الميجرمنت دايما هتبقى بيتم على خطوتين، وكمان اي ايرور هيحصل نتيجة الفاريشن في الانتنسي بتاع السورس. الجهاز ده ممكن يبقى UV Invisible Spectrophotometer، يعني ممكن الاقي فيه 2 lamps، UV lamp و Visible lamp. ممكن يبقى UV Spectrophotometer بس، ممكن يبقى Visible Spectrophotometer بس، على حسب السورس الموجود فيه نوع. لو جينا شفنا بقى الدبل بيم سبكتروفوتومتر، هنلاقي من اسمه كده دبل بيم. خلينا نبص على الجهاز الاول قبل ما نقول دبل بيم دي كانت منين. ادي سورس، بعدين مونوكروماتر، وبعدين الاقي هنا مرايه كده تعكس الضوء. الضوء بينعكس ويروح على حاجه اسمها بيم سبليتر. بيم سبليتر ده هو حاجة بتعمل splitting للبيم، البيم اللي جاي لنا من السورس تعمل له splitting لـ two beams قد بعض في الـ intensity بالظبط. واحد بيم منهم بيعدي يجي هنا للمراية دي، وتاني بيم بيتعكس يروح للمراية دي. بعد كده المراية دي بتقوم بتعكس البيم اللي راح لها، ففي بيم من اللايت بيروح على reference cell اللي هي فيها البلانك،
والبيم التاني اللي هو ليه نفس الشدة أو ليه نفس الانتنسيتي هيروح للسامبل سيل. بعد كده السامبل هتعمل absorption لللايت زيها زي البلانك، والترانسميتد لايت هيروح لتو ديتكتورز، والتو ديتكتورز دولت اوتوماتيكالي قرايتهم هتنطرح من بعض وهيطلع لي على الجهاز الكوركتد absorption من غير ما انا اعمل اي حاجه. ليه الجهاز ده سميناه دبل بيم؟ علشان الجهاز ده البيم اللي طالع من السورس هيحصل له سبليتنج لتو بيمز متساويين بالظبط في الانتنسيتي، واحد بيم بيعدي على السامبل في نفس الوقت التاني بيعدي على البلانك. الديتكتورز دولت قرايتهم هتنطرح من بعضها، والقراية النهائية من الابزوربشن هتبقى هي بتاعة السامبل كوركتد اجينست البلانك. عشان كده الجهاز ده اسمه دبل بيم. لو جينا قارنا الجهاز ده بالجهاز اللي قبله هنلاقي الجهاز اللي قبله انا ما ينفعش اي صغير حاجه واحده بس في المره، عشان في شعاع واحد من الضوء بس بيعدي على السامبل. انا ببقى محتاجه اقيس البلانك مره والسامبل مره. هنا لا، الشعاع نفسه بيتقسم في بيم سبليتر وبعدين الشعاعين اللي نادين بعد البيم سبليتر واحد منهم بيدخل على السامبل، الثاني بيدخل على البلانك. فالسامبل والبلانك بيتقاسوا الاثنين بنفس الوقت بضوء ليه نفس الانتنسيتي، وهيطلع لي قيمة سريعة جدا للكوركتد ابزوربنس. وطبعا النوع ده من الأجهزة بيرسم السبيكترم بسهولة جدا لوحده. فلو جينا شفنا البيم سبليتر ده، بس عايزاكوا تحسوا بشكله كده، هو عبارة عن حاجة بالمنظر ده، كأننا بالظبط جبنا زي كرتونة قطناها على شكل دايرة كده وبدأنا نفرغها كل شوية. يعني الجزء الأبيض ده مفرغ خالص مفيهوش أي حاجة، والجزء الأسود ده بيبقى عامل زي المراية كده، سطح مسطول وعاكس للضوء. السبليتر هو عبارة عن وحدات مختلفة، كل شوية جزء فاضي وجزء عبارة عن مراية وهكذا. السبليتر ده بيلف بسرعة كبيرة جدا، بحيث إن مثلا لو الضوء خبط هنا بسرعة، الضوء اللي خبط هنا ده الجزء ده هيتعكس، اللي هو هيبقى الجزء ده الضوء اللي خبط هنا هيتعكس ويروح للبلانك سيل بسرعة في لحظات صغيرة جدا. السبليتر ده بيلف، وبالتالي البيم اللي داخل بعد كده هيعدي في الجزء الفاضي ده، فهينفذ بسرعة قوي للايه للمراية دي، ومنها يتعكس يروح للسامبل. دي فكرة عمل بيم سبليتر، لكن مطلوب مننا نعرف شكله أو حاجة، لكن أنا حبيت أوضح بس هو بيشتغل. وبالتالي لو جينا قلنا إيه هي الأدفانتجز بتاعة الـ UV Visible Double Beam Spectrophotometer، هو برغم إن سعره أكبر كتير من الـ Single Beam Spectrophotometer، لكن هو بيوفر لي إن أنا أقيس الـ Sample والـ Plank في نفس الوقت بضوء ليه نفس الـ Intensity، وبالتالي the errors due to intensity variation in source light is eliminated. يعني أنا هبقى ضامن كل مرة إن نفس الضوء اللي دخل على السامبل بنفس الشدة هو نفسه اللي دخل على البلانك سيل، وبالتالي هضمن إن قراءة الأبزوربنس طلع عندي هتبقى مظبوطة. لو في أي error ناتج عن تغير الفولتج بتاع السورس مش هيبان عندي خالص في القراءة. كمان النوع ده من الأجهزة بيرسم السبيكترم بسهولة جدا، وأنا بشتغل عليه حتى لو أنا عايزة أقيس سامبل واحدة، فأنا مش هضطر أقيس مرتين، عشان أنا هحط الجهاز هيبقى فيه تو سيلز، أحط واحدة فيها السامبل واحدة فيها البلانك. فالجهاز ده أسهل بكتير شغله من السنجل بيم سبيكتروفوتومتر، لكن المشكلة إن هو سعره أغلى شوية. ده شكل الـ UV Invisible Double Beam Spectrophotometer، وقريب شكله قوي من الموجود عندنا في المعمل. لو جينا فتحنا الغطا ده هنلاقي إن الجهاز بتاعنا فيه تو سيلز، نكبر كده شوية. المكان اللي في الأول ده يتحط فيه أول سيل، السيل اللي بتبقى قدام هي دي اللي بنحط فيها السامبل بتاعتنا، السيل اللي في الخلف هي دي اللي بنحط فيها البلانك. في هنا قدام كل سيل فتحة بيدخل منها الضوء اللي جاي، مفروض بقى اللي هو مونوكروماتيك لايت اللي جاي من المونوكروميتر، في ضوء دي انتنسيتي اي هيعدي على السامبل، في
في ضوء تاني أو شعاع تاني في نفس الانتنسيتي هيعدي على التانك قدام الفتحتين دول، من الجانب التاني برضو هنلاقي فيه فتحتين بيعدي منهم ترانسميتد لايت للديتكتور. الجزء ده لو بصينا كويس في الجهاز اللي عندنا في المعمل هنشوف الجزء ده على الطبلة. خلينا نعرف دلوقتي انا ليه مهم قوي عندي ان انا اقيس البلاك، ايه الهدف من ان انا اقيس البلاك؟ لو جبت السيل بتاعتي ومليتها بالبلاك بعدين السيل بتاعتي كانت كوارتز، ليه؟ عشان انا عارف ان الكوارتز does not absorb in the UV invisible range، يعني الكوارتز transparent in the UV invisible range، وبالتالي النوع ده من السيلز هستعمله في UV invisible spectroscopy. كمان البلانك ده عبارة عن solvent بتاعنا، مثلا solvent بتاعنا في تجربة الفينو كان 0.1 normal HCl، مفروض ان ال HCl does not absorb UV invisible light. المركب بتاعنا مفهوش اي covalent bonds خالص، هو عبارة عن hydrogen ions وعاملة ionic bonds مع الكلورايد ions، مفروض ال HCl does not absorb in the UV invisible range، مفيهوش 5 bonds ولا حاجة. وبالتالي المفروض ان انا اما اجي اقيس البلانك ما يبقاش ليه absorb، لكن الواقع غير كده. خلينا نشوف كده، لو انا داخل عندي incident radiation ال intensity بتاعته مثلا 10، ده لو انا جبت البلانك وحطيته في السامبل في السيل وبدأت اقيسه الاقي فجأة ان ال transmitted radiation طالع عندي 1. طيب الباقي من اللايت راح فين؟ لو جينا شفنا دلوقتي وقلنا الجهاز بتاعنا المفروض هيحسب absorbance، absorbance هيبقى log i نود على i، يعني log 10 على 1 هيطلع عليه بواحد. يبقى لو انا حطيت البلانك جوه او السولفنت بتاعنا جوه السيل، السيل كان كوارتز والسولفنت ده كان اصلا transparent in the UV region، فجأة ان الجهاز بيطلع لي قيمة للابزوربشن، قيمة الابزوربشن الجهاز مطلعها لي دي معناها ان ال incident light ال intensity بتاعته كانت مختلفة خالص عن ال transmitted light، عشان كده الديتكتور حس بالفرق وحسب لي قيمة للابزوربشن. طب القيمة الابزوربشن دي جت منين؟ اذا كان ال solvent نفسه transparent والماتيريال المصنوع منها السيل او الكبت برضه ترانسبيرنت. خلينا نفكر كده ايه اللي حصل. لو جينا بصينا هنا فادي الانسيدنت راديشن او الانسيدنت بيم داخل عندي بعد ما طلع من السورس وعدى على المونوكروميتر كانت الانتنسيتي بتاعته اينوت. لقينا ان في جزء من الراديشن بيحصل له ريفليكشن على الانترفيس، يعني ده السطح الأمامي للسل في بعض الضوء ممكن يحصل له ريفليكشن، يعني إن بيحصل فقد لجزء من الانسيدنت راديشن عن طريق إن في جزء صغير جدا منه بينعكس على السطح الأمامي للسل. طيب لو بيم كمل بقى ودخل جوه هيقابل البارتيكلز بتاع السولفنت، نفترض السولفنت ده HCl عبارة عن particles سايبة في مية، ممكن يحصل الجزء الصغير قوي من الراديشن scattering، يعني يخبط في particle بتاعت الأيونز مثلا الموجودة المكونة للسولفنت أو الأي dust particle موجودة جوه السولفنت ويبدأ يحصل scattering. كمان على السطح الخلفي للسم ممكن يحصل برضو reflection، نتيجة لكده في loss حصل للincident radiation reflection على وجهي السل وكمان بالscattering due to interaction مع particles بتاع solvent نفسها، فنتيجة لكده emergent beam أو transmitted beam اللي طالع هنلاحظ إن الintensity بتاعته أقل من اللي داخل، وبالتالي ده بيفسر ليه البلانك يأثر. وبالتالي متوقع ان انا لو جيت قست السيل، يعني انا لو قست
حطيت سيل فاضية جوه الجهاز، متوقع ان الاقي قراية الابسورب. القراية دي جاية منين؟ جاية من ال loss of radiation by reflection and scattering. وبالتالي انا لو جيت قست سامبل واحدة، افترض كلينول ده في اتش سي ام وانا قسته، فمتوقع ان القراية بتاع الابسوربنس اللي طالعة عندي مش كلها ناتج عن الابسوربشن بتاع الفين، في جزء من القراية دي بتاع الابسوربنس اللي الديتكتور حسها عبارة عن reflection of I-node وكمان scattering of I-node، يعني في جزء من الI-node حصل له loss في reflection و scattering. طب أنا عشان أصحح الجزء ده أو أشيله من القراية بتاع السامبل بتاعتي، فأنا هبقى محتاج إن أنا أقيس البلانك. لو أنا قست البلانك وعرفت الأبزوربشن بتاع البلانك قد إيه، فالأبزوربشن بتاع البلانك هو عبارة عن الكونتريبيوشن بتاع الريفليكشن والسكاترينج في القراية بتاع الأبزوربشن. لو أنا شلت الجزء ده أو عرفته وطرحته من الأبزوربشن بتاع السامبل، هبقى أنا كده شلت الجزء المتعلق بالريفليكشن والسكاترينج اللي حصل للآي نود، وبالتالي أنا قدرت أعمل إليمينيشن للإيرور في قيمة الأبزوربشن بتاع السامبل لو أنا طرحت الجزء ده. يبقى الحل عندي إن أنا دايما أقول absorption بتاع السامبل كام وأشيل منه الأبزوربشن بتاع السامبل. يبقى أنا ليه دايما بهتم بإن أنا أقيس البلانك؟ أنا بقيس البلانك عشان أعرف part of the I node that is lost by reflection at the cell pools and scattering at the surface of large molecules or particles such as dust in the soil. لو أنا عرفت البلانك القيمة بتاعته إيه، فهعرف الجزء من اللايت اللي حصل له reflection and scattering total كده قد إيه، الجزء ده اللي lost نتيجة reflection and scattering بيعمل لي absorption قد إيه. لو أنا شلت الجزء ده من الأبزوربشن بتاع السامبل، يبقى أنا كده قدرت أصحح قراية الأبزوربشن بتاع السامبل بعد أما شلت منها contribution بتاع reflection and scattering of light. هنا إن شاء الله ممكن نتفرج على الفيديو التاني اللي بيشرح لنا إزاي تركيب وإزاي الـ double beam spectrophotometer بيشتغل. خلينا نحل السؤال ده مع بعض. Which of the following is a double beam instrument؟ أنا عندي جهاز اسمه A وجهاز اسمه B. Which of them is a double beam spectrophotometer؟ طبعا double beam هيعتمد على وجود، عشان أقرر الجهاز ده double beam ولا لأ، هيعتمد على وجود beam splitter، حاجة بتقسم أو بتشق الشعاع اللي طالع من السؤال. فلو جينا بصينا هنا كده، ادي السؤال طالع من السورس عدى على ال wavelength selector، وبعدين اتقسم لجزئين، جزء دخل على sample cell والتاني على reference cell، يبقى خلاص ده double beam spectrophotometer. الجهاز التاني نفس الكلام، ضوء دخل على monochromator، وبعدين بعد كده عدى على monochromator تاني، وبعدين كان في beam splitter، الجزء ده برضو أو الجهاز ده برضو هو double beam spectrophotometer. لكن نتوقع أنهي جهاز في دولة يديني monochromatic light بنسبة أعلى؟ طبعا الجهاز التاني، عشان في monochromator بعد المونوكروماتور الأولي، فده نتوقع إن يديني monochromatic light بنسبة أعلى. نتوقع إن الأبزوربشن اللي عندي يبقى accurate بنسبة أعلى، لكن both A and B are double beam spectrophotometers. لو جينا برضو نسأل سؤال تاني، what are the advantages of a double beam instrument over single beam instrument؟ خلينا نقدر نفكر في إجابة السؤال ده بناء على الكلام اللي قلناه في المحاضرة وعلى الفيديو اللي هنشوفه إن شاء الله. هنتظر منكم الإجابة. يبقى عندنا آخر نوع من absorption spectrophotometers هي المالتي تشانل instrument. المالتي تشانل انسترومنت اللي احنا سميناها المحاضرة اللي فاتت سبكتروغراف انسترومنت. السبكتروغراف انسترومنت كانت عبارة عن
نوع من انواع الابسوربشن سبكتروفوتومترز، لكن زي ما اتفقنا ان مكان السامبل سيل والمونوكروميترز او الويفلنت سيلكتور كانوا متبدلين يعني عكس بعض. خلينا نبص على النوع ده من الاجهزه كده. ادي الجهاز ده فيه تنجستن لام، فيه ديوتيريوم لام، يعني الجهاز ده يو بي انفيزبل سبكتروفوتومتر. طبعا التو سيلز دولت او التو سورسز دولت مش محطوطين في نفس المكان كده زي ما احنا شايفين، لكن المفروض ان هما بيبقوا بزوايا مختلفة خالص، بحيث ان كل لامب ممكن تشتغل لوحدها. يعني الجهاز ده ممكن يبقى يو في سبكتروفوتومتر، ممكن يبقى فيزبل سبكتروفوتومتر، ممكن يكون الاثنين مع بعض. هما اكيد مش محطوطين على خط واحد كده زي ما احنا شايفين. بعد كده هيبقى فيه شاتر. الشاتر ديت تفتح او تقفل، فتسمح ان الفيزبل لايت يعدي من تنجستن لامب تقفل قدام الديوتيريوم لامب، او العكس تفتح قدام الديوتيريوم لامب وتقفل قدام تنجستن لامب. فالشاتر دي عامله زي بوابه بتسمح لضوء من لامب واحده بس يعدي على السامبل. بعد كده هنلاقي السامبل كومبوننت، وبعدين هنلاقي ادي الانترنس فيت، وادي البريتنج، وادي الاكزيت. وبعدين الاكزيت سلات هنا زي ما اتفقنا بتبقى كبيرة جدا، اللايت بيطلع منها يروح على دايود اري ديتكتور او مالتي ويف لينث او مالتي شانل. النوع ده من الاجهزة اتفقنا ان السامبل بيدخل لها كل الاطوال الموجية طالعة من اللايت، وتمتص منها من كل طول موجي اللي هي عايزاه. بعدين الترانسميتد لايت اللي بيطلع بيحتوي على جميع الأطوال الموجية دي بتعدي على جريتنج، الجريتنج بيعمل لها ديسبيرشن. بعد كده اللايت بيطلع كل على حسب طول الموجي بتاعه بديسبيرشن انجلز مختلفة، بتروح على مالتي شانل أو مالتي ويف لينث ديتكتور، سميناه فوتو دايود أري ديتكتور أو سميناه الدايود أري ديتكتور دايد أو بي دي اي. وقلنا الديتكتور ده عبارة عن عدد كبير من الدايود، كل دايود بيقدر يعمل يحس أو يقدر يشوف طول موجي واحد يحس بيه، ويقدر يحسب الترانسميتد لايت منه قد ايه. وبعدين الجهاز ده بيقدر يرسم لنا سبيكتروم في ثواني، يعني في وقت أقل بكتير من الدبل بيم سبيكتروم. فالميزة الوحيدة للجهاز ده ان هو هو طبعا اغلى بكتير، ولكنه بيوفر الوقت بسرعه جدا، بيرسم السبيكتروم بسرعه هائله جدا. لو جينا نشوف دلوقتي، طيب احنا عايزين نتكلم على السبيكتروم، شكل السبيكتروم بيبقى ايه؟ السبيكتروم هيبقى بشكل ويف لينث بالنانومتر على المحور الافقي، وابزوربنس على المحور الراسي، وده شكل السبيكتروم. طبعا هو باند سبيكتروم عشان انا بقيس سبيكتروم للموليكيول. اتفقنا ان اعلى قيمه للابزوربشن في السبيكتروم هنسميها اي ماكس، واي ماكس بيحصل عند ويف لينث بنسميها لامدا. فالابزوربشن سبيكتروم هو عباره عن بلوت للابزوربنس اجينست الويف لينث بالنانومتر. في بعض الكتب بدل ما بتكتب هنا ابزوربشن بتكتب ابسلون او لوج ابسلون، يعني المولر ابسوربتيفيتي او لوج مولر ابسوربتيفيتي. لو جينا مثلا شفنا الشكل ده عباره عن السبيكتروم يو في سبيكتروم بتاع بنزويك اسيد، والسولفنت اللي مدوب فيه البنزويك اسيد هو سايكلوكسين. زي ما اتفقنا سايكلوكسين ترانسفيرنت ان يو في ريجن، فهو ينفع سولفنت مناسب قوي للبنزويك اسيد. هنلاقي هنا هو راسم لنا السبيكتروم ازاي، لوج ابسلون against the wavelength في النانومتر، مفيش مشكلة خالص. ونلاقي إن السبيكتروم بتاعنا فيه تلاتة كاركترستيك لامدا ماكس عن 230 272 282، ده شكل ال UV spectrum بتاع البنزويك أسيد. في بعض الناس برضو في بعض الكتب بدل ما يكتب أو بدل ما يرسم شكل السبيكتروم ألاقيه كاتب لي الداتا، يعني السبيكتروم بتاعنا فيه تلاتة لامدا ماكس ولوج ابسلون عند كل لامدا ماكس قد كده. فده برضو
شكل من الأشكال اللي الناس ممكن تعبر بيه عن الداتا الموجودة في الاسبكتر. الاسبكتروم اللي قدامنا ده هو سبكتروم لبوتاسيوم بيرمنجانيت، لكن أنا محضرة منها different concentrations، فأنا عندي different spectrum كلهم overlaid على بعض، كلهم مرسومين فوق بعض. فأدي لامدا ماكس مثلا، لامدا ماكس بتاعت البوتاسيوم بيرمنجانيت مثلا، والشكل ده تقريبا 480 نانومتر مثلا. خلينا نقارن الستة spectrum اللي قدامنا دول ببعض، هما كلهم spectrum لنفس المادة اللي هي مثلا بوتاسيوم بيرمنجانيت. فلو جينا بصينا كده نلاقي كل السبيكتروم ليها نفس لامدا ماكس، ده يقول لنا ايه؟ ان لامدا ماكس ثابته بثبات انواع المركب اللي انا بقيت من السبيكتروم. يعني اللامدا ماكس كواليتاتيف بارامتر، كواليتاتيف بارامتر يعني اقدر منها اعرف هويه الماده بتاعتي، الماده دي اسمها ايه، عشان اللامدا ماكس ثابته للمركب الواحد بثبات الظروف اللي انا بقيس، زي ما اتفقنا بثبات نوع السولفنت، بثبات البي اتش، بثبات درجة الحرارة. لو جينا بصينا بقى، طيب من تركيز لتركيز، ده أقل تركيز، ده الأعلى منه، وهكذا لحد ما أوصل لأعلى تركيز. اللي بيفرق من كل سبيكتروم للتاني بتغير التركيز بتاعي. لو جينا بصينا كده هنلاقي الأبزوربشن بقى عند اللامدا ماكس هو اللي بيتغير، وبالتالي نقدر نقول إن الأي ماكس هي الكوانتيتيف بارامتر بتاعنا في UV Invisible Spectroscopy. خلينا نتعلم كده يا سنة تانية ان دايما في كل طريقة بدرسها في Analytical Chemistry بيبقى فيه Qualitative Parameter و Quantitative Parameter. Qualitative Parameter هو اللي يقدر يعرفني المادة دي اسمها ايه، لكن ال Quantitative Parameter هو اللي بيبقى في علاقة بينه دايما وبين التركيز. يعني ممكن عن طريق معادلة احسب التركيز لو انا قدرت اعرف ال Quantitative Parameter. في الـ UV Invisible Spectroscopy الـ Qualitative Parameter هو اللامدا ماكس، الـ Quantitative Parameter هو الـ A-max. وبالتالي لو عندي محاليل زي دي كده تركيزها مختلف من البوتاسيوم بيرمنجانيت، وجيت رسمت العلاقة بين الـ Concentration وبين الـ Absorbance بتاعها اللي أنا قايسها عند اللامدا ماكس، هيطلع عندي Calibration Curve بالشكل ده. ده برضه ساعات بنسميه Standard Curve، ومن الـ Standard Curve ده أقدر بعد كده لو عندي أي مادة أو مادة زي سامبل فيها بوتاسيوم بيرمنجانيت التركيز بتاعها مجهول، ممكن أطلع تركيزها بالاعتماد على الكاليبريشن أو الستاندرد.